لسه موجودين داخل اللجنه الخماسيه واللي قررت ادارتها برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني الغاء قرار استقدام الحكام الاجانب لمباريات الدوري او الكاس لاي فريق بيسدد 25000 دولار بدايه من الدور الثاني في الدوري الجديد. وقررت اللجنه اختار الانديه بعدم السماح باستقدام حكام اجانب في الدوري او الكاس بعد تطبيق تقنيه الفار، بداعي انه لن يكون هناك داعي للاجانب على ان يتم الاعتماد على الحكام المصريين في جميع مباريات باستثناء مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك. طبعا النقطه ديت من النقاط المهمه وكنا دايما بنسعى عليها، ان احنا يكون في ثقه ما بين الانديه واللاعبين ولجنه الحكام والحكام المصريين. بوجود تقنيه الفار انت كده بتسهل الامور، ان انت حتى بتوفر على الانديه، انت عندك تقنيه الفار تقدر ترجع عليها في اي وقت انت حاسس ان في قرار غير صائب. بجانب ده طبعا هيكون في فتره اعداد وتدريب لكل الحكام المصريين علشان يقدروا يتعاملوا مع تقنيه الفار، ودي كمان من النقاط المهمه، لان احنا لما كانت بتتكلم لجنه الحكام عن مين الحكام اللي يقدروا يستخدموا تقنيه الفار في الوقت الحالي ما كانش في اسماء كتير الا حكامنا الدوليين ابرزهم طبعا الكابتن جيال جريش، ولكن مين غير كده يقدر يستخدم التقنيه؟ فاعتقد ان ده في الوقت بقى في الدور الاول هيكون في لو فعلا تم تطبيقها في الدور الثاني فتره تدريب للحكام المصريين عشان يقدروا يتعاملوا بافضل شكل ممكن مع تقنيه الفار اللي اعتقد هتريح الكل. يعني وجود تقنيه الفار اكيد مكلف، ومكلف على الانديه المصريه طبعا لو تم دمج المشاركه ما بين الاتحاد والانديه وال18 نادي اللي بيلعبوا في الممتاز هيكون الموضوع مكلف جدا، ولكن في الاخر انت بتقفل باب مناوشات ومشاكل كبيره جدا بتطلع كل فتره قصيره على الساحه وبتاثر بشكل سلبي على متعه الكوره من مشاكل وتصريحات بتطلع هنا وهناك، ممكن انت تستريح خالص منها وتتجنبها بتطبيق تقنيه الفار. مكلفه ولكن فايدتها هتعم، مكلفه في البدايه ولكن برضو لما يكون معروف ان الدوري المصري بتطبق فيه تقنيه الفار وهي لسه مش موجوده في كل الدوريات ولا موجوده بشكل عام في كل الدول في افريقيا ولا في اوروبا ولا في كل الدنيا موجوده، ودي حاجه اكيد هتكون اضافه، حاجه بتعلي من قيمه الدوري المصري، حاجه بتكبره، حاجه بتوريك ان هو موجود في نفس المستوى بتاع الدوريات في الخارج، حاجه بتكمل الصوره. فتقنيه الفار اصبحت مطلوبه في كل الدوريات في العالم، ولكن باذن الله الطلب ده يقدر ان هو يكون مجاب في الدوري المصري ونشوف الانديه المصريه بتستمتع بتقنيه الفار والجماهير مستريحه من قرارات الحكم وكل المنظومه مستريحه، بحيث ان التقنيه باذن الله تكون بتطبق بدايه من الدور الثاني. موفقه اكيد اللجنه الخماسيه في محاولتها لحل كل الازمات في الوقت الضيق دوت والوصول لافضل شكل ممكن للدوري لغايه لما تنتهي فتره قيادتهم للجبلية في السنه الجديده. موفقين باذن الله.